أخبار هنمر عليها سريعا، وهنبدأها طبعا بريال مدريد. ريال مدريد بيجهز خطة شاملة لضم امبابي. قصة امبابي وريال مدريد الحقيقة قصة لا تنتهي، ولكن زي ما حضراتكم عارفين يمكن امبابي بينتهي عقده مع باريس سان جيرمان خلاص الموسم القادم. وامبابي طبعا مهاجم باريس سان جيرمان يعني ممكن جدا في يناير اللي جاي بحسب بعض التقارير الصحفية انه ممكن يمضي في ريال مدريد. اللعيب رفض طبعا كل العروض التجديد لغاية دلوقتي مع البي اس جي، وفقا لشبكة طبعا سنترال الأسبانية ان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بيحط وبيرتب أوراقه وبيحط بند مبكر، يعني بند في العقد محتمل يكون موجود لإمبابي هيخضع طبعا لشرطين. الشرط الأولاني إن هو بيتعلق بالأندية السعودية وقطر، والشرط الثاني يتعلق بالأندية الأوروبية، يعني عايز يوضب كده طبخة زي ما بيقولوا ويوضب عقد محترم، ولكن كمان عامل حسابه ان السوق السعودي كمان قريب جدا. كان السوق السعودي بعض التقارير قال ان هو الهلال بيتفاوض مع امبابي، فبيريز الحقيقه بيوضب عقد في يناير اللي جاي يحق لامبابي الامضاء، لانه خلاص عقده هينتهي مع نهايه الموسم دوت اللي هو بدا اوريدي. وبالتالي من ضمن البنود ان في شرط جزائي الخاص بالسوق السعودي قبل او السعوديه او قطر. هيحط شرط جزائي تفتكروا قد ايه؟ هيحط شرط جزائي 1.2 مليار يورو، 1.2 مليار يورو. ده ممكن يتحط في عقد امبابي علشان ما يحصلش يعني ما يحصلش تصادم او يحصلش جذب للاعب اثناء عقده مع ريال مدريد، فبيحط عرض او بيحط شرط جزائي كبير جدا قدره 1.2 مليار يورو. طبعا كل ده وفي شروط جزائيه مخصصه طبعا للانديه الاوروبيه بتختلف كتير عن الانديه السعوديه. بعض التقارير بتقول هيكون في شرط جزائي يعني يوصل ل 800 مليون او مليار يورو، وده كمان مبلغ كبير جدا الحقيقه. لكن خلينا نقول ان امبابي يعني في طريقه لريال مدريد. لغايه دلوقتي كان في كمان عرض قوي جدا لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، لكن لغايه دلوقتي رافض، وزي ما بقول لحضراتكم عقده هينتهي الموسم ده، وبالتالي يحق له التوقيع في يناير اللي جاي. وبعض الشبكات او بعض التواصل او بعض التقارير الاسبانيه بتقول ان بيريز ملهم او يعني عايز بقوه يكون موجود في السوق مع او تسويق او الحصول على خدمات. الحقيقه امبابي بقى له فتره كبيره جدا جدا وعايز يامن الجزئيه ديت بيمكن الاغراءات الكبيره جدا اللي اظهرها السوق السعودي في يعني الاسابيع الاخيره. طيب ده كان خبر من مدريد. عايزين كمان نجم المغرب، يعني بيشعل صراع كبير جدا ما بين ليفربول والسيتي. في تقارير انجليزيه قالت ان في صراع قوي جدا ما بين ليفربول والمان سيتي للفوز بتوقيع مدافع منتخب المغرب نايف اكراد. نايف اكراد طبعا حضراتكم عارفين نجم فريق ويست هام ومدافع ويست هام القوي، ويمكن ليفربول كان صاحب الاهتمام الكبير باللاعب دوت، يعني نظر طبعا في اهتمام كبير جدا من يوجن كلوب وايمانه بامكانيات هذا المدافع الكبير، بيسعى طبعا لاقناعه لاصلاح زي ما حضراتكم متابعين معانا في المحترف. ما زال ليفربول رغم تألقه في بعض المباريات ولكن عنده ديفو شويه في الجانب الدفاعي وفي خط الدفاع. يوجن كلوب يعني عايز يغطي هذه الثغره من خلال وجود مدافع قوي مثل هذا اللاعب. وكمان دخل في الصفقه الحقيقه كمان المان سيتي، وزي ما بقول لحضراتكم في بعض التقارير قالت طبعا اللاعب عنده 27 سنه مميز جدا. بعض التقارير قالت ان يمكن يوجن كلوب اللي بيعاني زي ما بقول لحضراتكم من مشاكل على مستوى الدفاع. فان دايك يعني وصل كمان سنه 32 سنه، وبالتالي محتاج لعيب صغير عنده 27 سنه هذا اللاعب. وبعض الصحف هناك بتقول يعني كمان كان في اهتمام كبير جدا جدا من السوق السعودي لانتقال هذا اللاعب في الصيف ده، لكن المفاوضات فشلت. المدافع المغربي سجل 3 اهداف
خلال 33 مباراة خاضها مع ويست هام منذ وصوله لصفوف الهامرز طبعا الموسم اللي فات. نروح من ليفربول نطلع على خبر في برشلونة. الحقيقة برشلونة بيحسم خلاص مستقبل تشافي المدير الفني لبرشلونة. الإدارة بتحسم موقفه برئاسة طبعا خوان لابورتا. ملف التجديد للمدير الفني تشافي خلال الساعات الماضية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية بتقول ان تشافي خلاص مستمر في منصبه على رأس القيادة الفنية لبرشلونة لصيف 2025. الصحيفة قالت كمان ان في محاولات التجديد كانت من اجل استمرار تشافي حتى صيف 2026 وهو موعد نهاية ولاية رئيس النادي خوان لابورتا، لكن في النهاية تم الاتفاق في التجديد ل 2025. نفس التقرير قالت بعد حسم ملف طبعا التعاقدات جاء دور تشافي للتجديد اللي هيشهد زيادة كبيرة جدا في راتبه كمكافأة الحقيقة على عمله المميز الموسم الماضي. وقالت كمان وأفادت أنه سيتم الإعلان الرسمي عن التجديد بعد اجتماع ما بين تشافي وديكو المدير الرياضي أو السبورت دايركتور. ده هيكون في اجتماع يوم الأربعاء 13 سبتمبر إن شاء الله بعد بكرة، ويكون تشافي وديكو اتفقوا على كل التفاصيل، لأنه بمجرد إغلاق الموسم وعودتهم تاني من الأجازة وفترة التوقف الدولي هيقعدوا ويخلصوا الموضوع. وبنقول لتشافي مستمر مع برشلونة حتى صيف 2025.